السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم. اليوم جبنا لكم واحد لا فيديو على خدمة جديدة أطلقتها بريد الجزائر مؤخرا، وهي خدمة تحويل الأموال من حساب إلى حساب عبر الموزعات البريدية. يعني من ماشينة تاع برا نجمو نديرو موندا كونتا كونت لأي حساب نحتاجو حنايا دون انتظار المكتب البريدي ليفتح أو دون الوقوف في الطابور. يعني خاوتي ما تزيدوا ديروا لاشان، ما تزيدوا تحوسوا على لاشان، ما تستناو البيرو دو بوست يتحل. هكذا من لو ديستريبيوتور تاع برا نديروا موندا كونتا كونت. اول حاجه لازم تكون عندنا البطاقه الذهبيه. ندخل البطاقه الذهبيه في الموزع البريدي، نروحوا نستناو نروحوا الى اختيار اللغه العربيه، ندخلوا الرقم السري. ننتظر قليلا. هنا اعطاني واحد الطابلو فيه الرجاء اختيار العمليات، سحب طالب بالرصيد، كشف مختصر، عمليات اخرى، سحب سريع، نروحوا للتحويل بين الحسابات. شوفوا عليها اخوتي، هنا طلب منا الريب. الريب هذا وش هو اخوتي؟ الريب هذا نلقاوه في الصفحه الاولى نتاع الصك البريدي، يبدا ب 007 خمس ساعات هكذا، ونديروا الرقم الحساب البريدي اللي للمرسل اليه. يعني نديروا الرقم الحساب البريدي للمرسل اليه كما راكم تشوفوا. نديروا متابعه. هنا الرجاء ادخال المبلغ التحويل هنا بالدينار خوتي، نبعثوا 500000 سمي الدينار. هنا شوفوا واش عطاو لي خوتي في الطابلو، من الحساب ها هوليك الى الحساب كذا المبلغ هو 5000 دينار جزائري. نديروا متابعه. هنا هل تريد الحصول على التذكره؟ خوتي ديما كيما نقول لكم الثقه في الوثيقه، لازم نستخرجوا التذكره. نديروا نعم. Please wait while your transaction is processing. أنا ننتظر قليلا. كما تشوفوا اخوتي العملية هذه ما تستغرقش وقت كثير، مدة من الزمن ما تفوتش دقيقة، دقيقة ونصف صحيح العملية تنجز. شوفوا اخوتي هنا ديستريبيتر وعطانا لاتيكات، نشوفوا لاتيكات واش فيها. شوفوا خوتي واش فيها لاتيكات، فيها العملية تحويل من حساب إلى حساب، التاريخ بالساعة والدقيقة، المبلغ، الحساب كذا إلى حساب كذا، رقم التصريح، الرصيد. هذه يا خوتي، شكرا لتعاملكم معنا. نتمنى الخدمة هذه تنال إعجابكم.